الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت السميع العليم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم بمنه وفضله وجوده وكرمه أن يجعلني وإياكم من خير عباده الصالحين، إنه جواد كريم. أرقام التواصل موجودة معكم على الشاشة يا أخوي الكرام، ونسعد بمداخلاتكم. اليوم راح نتكلم عن موضوع نحتاج أن نمارس فيه الرفق بصفة مبالغة. مبالغة، لما أقول مبالغة يعني أكثر عن الرفق المعتاد، يعني نجاوز حد المعتاد حتى نعالج هذه المشكلة اليوم اللي أصابت المجتمعات الإسلامية للأسف الشديد. اليوم راح نتكلم يا أخوي الكرام عن مسألة اللباس وعن مسألة حجاب المرأة المسلمة، وراح نتكلم عن تفاصيل تخص حجاب المرأة المسلمة، وراح نتكلم عن بعض الألبسة التي تتعلق بالرجال، سواء كانت ملبس، كان خاتم، كانت غترة، كان حذاء. وانتم بكرامة نبغي نستنير شوي، ونبغي ندغدغ تلك العقول النيرة، نبغي ندغدغ تلك العواطف التي تريد ما عند الله عز وجل من أجر وثواب ومنزلة ومكانة. يا إخوة يا أخوات، أول ما راح أبدأ فيه اليوم الخطاب موجه للأخوات. يا أخوات يا كريمات، أنتوا أخواتنا. إحنا لما نتكلم ونطلع على شاشة مثل هذه الشاشة الموقرة ونوجه هذا الخطاب، إحنا ما نبغي نسيطر على الناس، وما نبغي نفرض هيمنتنا على البشرية، وما نبغي نقود الناس بما يسمى الأوامر والنواهي، وما نبغي نجعل يعني ما يسمى بالتنمر مسلط على معشر النساء. لا والله، كل ما في الأمر إحنا إخوة. الله عز وجل جعل فينا النصيحة، وجعل لنا أصل من أصول ديننا النصيحة. إن لم تتحقق النصيحة فيما بيننا لا خير فينا، كما يقول عمر رضي الله عنه. عمر الفاروق يقول: لا خير في قوم ليسوا بناصحين، لا خير في قوم لا يحبون النصح. إذا أنت ما بتنصحني وأنا ما بنصحك، إحنا ما فينا خير. كنتم خير أمة أخرجت للناس. لماذا يا رب؟ بماذا هذه الخيرية؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. أنا لما أرى خطأ موجود لابد أني أنبه، لابد أني أنصح. العبارة الشهيرة الموجودة اليوم عند الناس: دعوا الخلق للخالق، هذه العبارة غير صحيحة. هذه العبارة تتنافى مع أصول شريعتنا، لأن شريعتنا تقول انصحوا، تقول وجهوا، تقول ارشدوا، علموا الناس الخير، قدوا الناس للفضيلة، قدوا الناس لكل ما فيه خير وصلاح. يا أخي، أنا الداعي اليوم لما يخرج على شاشة، لما ينزل مقطع، لما يتكلم في إذاعة، لما يكتب مقال، شو يبغي؟ يبغي الخير، يبغي يشوفك ويشوفك تدخلون سوى هذه الجنة اللي عرضها السماوات والأرض. ما يبغي يشوف أن الأمة جالسة تمشي إلى منحدر سقيم، منحدر مخيف، إلى زاوية مظلمة. يا أخوات يا كريمات، أسأل الله عز وجل أن يحفظكم بحفظه، وأن يتولاكم برعايته، وأن يجعلكم هداة خير، مفاتيح خير، مغاليق شر. إنه سبحانه وتعالى قادر على ذلك. لكن احنا علينا يا اخوة الكرام، احنا علينا يا اخوات يا فاضلات، ان نعيد الحسابات، ان نقف وقفة جد شوي مع انفسنا. احنا وين نبغي نوصل؟ ليش وصلنا لهذه المرحلة المخيفة؟ يا اخوات، انا ما ابغي اسرد لكم تاريخ نزع الحجاب. المرأة المسلمة على مر العصور والازمان، منذ أن بعث الله عز وجل نبي محمد صلى الله عليه وسلم، لم يعرف في تاريخ البشرية أن امرأة مسلمة تمشي بدون حجاب، أن امرأة مسلمة تخرج شعرها مكشوف. لم يثبت في تاريخ البشرية. تعرفون متى أول تاريخ على مستوى أمة الإسلام خرجت فيه امرأة كاشفة شعرها؟ سنة 1920 ميلادي. سنة 1920 ميلادي خرجت امرأة
ولا أريد أن أسميها. هذه المرأة جمعت النساء وأمرت من يعيش معها وحولها ومنطقتها أن يخرجوا لأحد الميادين الشهيرة اليوم في أحد الأوطان العربية، وكانت هي ترفع شعار الحرية. لذلك هذا الميدان سمي اليوم بهذا الاسم. رفعوا هذا الشعار يريدون خلع الحجاب. لم يعرف من قبل أبدا على مر العصور أن امرأة تخرج في السوق، في الشارع، في المول، في العمل، في الطريق وهي بلي حجاب. مستحيل. قاطبة، إجماعا، قطعا، نصا، دليلا، قرآنا، سنة، على أن كشف الشعر محرم في ديننا. ليش اليوم صرنا نرى هذه المشاهد الوخيمة؟ ليش اليوم وصلوا أخواتنا وبناتنا إلى هذا اللي يصير اليوم ولا كأن حاجة؟ هذه المرأة خرجت في سنة 1920 أو 1921، وكانت هذه المرأة زوجها وزير، لها منزلة ولها مكانة. خرجت ونزعت الحجاب أمام الملأ واتبعها من تبعها من الناس في نزع الحجاب في ذاك الوقت. وهذا الميدان يسمى لليوم بهذا الاسم، أنهم يريدون الحرية. حرية إيش؟ من الذي قال أن المرأة إذا تقيدت بشرع الله عز وجل أو تقيدت بالحجاب ووضعتها على رأسها واستترت بستر الله عز وجل إنها خلاف الحرية، إنها مقيدة؟ من الذي قال؟ المرأة المسلمة لها أن تعيش، تخرج وتطلع وتسافر وتاكل وتشرب وتتفسح وتستمتع بدنياها حالها حال الناس وفق ضوابط شريعة الله عز وجل، وفق ضوابط شريعة الله. من الذي قال أن المرأة المسلمة إذا تقيدت اليوم بالحجاب أنها ستصبح إنسانة مغلقة، إنسانة معقدة، إنسانة صاحبة عقل، متخلف، متحجر؟ من الذي قال؟ شاهدنا مشاهد من كم من يوم لامرأة مخمرة من أعلى رأسها إلى أسفل قدمها، وقد أخذت الشهادات العليا، وليس في دولنا فقط، في دول الغرب، وهي مسلمة ذهبت وارتحلت لتطلب العلم وأخذت أعلى الدرجات، ولما خرجت على منصات التكريم مخمرة من أعلى رأسها إلى أسفل قدمها. لم يكن الحجاب عائق أن هذه المرأة تقود هذه الأمم، لم يكن الحجاب عائق أن هذه المرأة تعتلي منصات التتويج. الحمد لله رب العالمين، من قال هلك الناس فهو أهلكهم. ندخل دوائر حكومية، ندخل منصات، ندخل مسارح، ندخل مولات، ندخل مجمعات، اللهم ربي لك الحمد. نسبة الحشمة والأدب والفضيلة والستر والاحترام والخضوع والوقار موجودة لليوم في أخواتنا. احنا ما نقول ان الأمة هذه هلكت، لا، لكن أصبحنا نرى مشاهد ما كنا نراها من قبل. أصبحنا نرى رموز، نرى دعاة على الشاشات في برامج التواصل الاجتماعي، دعاة إلى أبواب جهنم، يسعون جاهدين لنشر هذه الأفكار السقيمة التي تأخذ بيد أخواتنا وبناتنا إلى الهاوية، نسأل الله العافية والسلامة. يا أخوات، علينا أن ننتبه شوي ونراجع حساباتنا. افهمي حاجة مهمة، الله يرضى عنك، والله يوفقك، والله يحفظك، والله يسعدك، والله يجعلك في جنته. افهمي حاجة مهمة، لا يمكن قطعا أبدا أن المرأة إذا تقيدت بما أمرها الله عز وجل أن تكون هذه المرأة منغلقة في هذا العالم. هذه الفكرة شيليها من رأسك تماما، لا يمكن، لا يمكن. عندنا أهل وعندنا نساء، وهذا أنا شوفت عينكم، أنا القريب مني يعرف أنا إيش، كم من الهوايات اللي أنا أمارسها، كم من الأمور الخاصة في حياتي، لكن أنا ما أحب أني أطلعها بس في برامج التواصل. كم عندنا الحريم يطلعون يسافرون يرحلون يتمشون يتكشتون يأكلون مطاعم، ولا عايشين حياتنا طبيعي. من الذي قال إذا أنت تقيدتي يا أختي الكريم بحجابك معناته أن أنت قد أغلقت الحياة في وجهك؟ من الذي قال لك ذلك يا أختي الكريمة؟ يا أخي حافظي على الفضيلة، على الستر، على الجمال، على الحشمة، على الأدب، واستمتعي بدنياك اللي أباحها الله عز وجل لك.
لكن ان احنا ننسلخ عن العفة والطهر والحشمة التي ارادها الله عز وجل ونتبع اهوائنا تحت منطلق ومسمى الحرية، من الذي قالنا هذه حرية؟ هذه عقوبة من الله. المرأة والأخت اللي تسلك سبيل التبرج والعري، هذه المرأة عاقبها الله عز وجل بالدنيا قبل الآخرة. كيف عاقبها الله؟ آدم وحواء لما أخرجهم الله عز وجل من الجنة، شو السبب؟ ما السبب؟ السبب أنهم عصوا الله عز وجل. لما منعهم الله عز وجل أن يأكلوا من الشجرة، أكلوا من الشجرة، ماذا كانت العقوبة التي حلت بهم؟ العقوبة اللي حلت بهم أن الله عز وجل أخرج عوراتهم، أخرج الله عز وجل عوراتهم، وذهبوا يخرجون يبحثون عن ورق في الجنة، يقطعون ورق الجنة يستترون به، يستترون، لأن الحشمة والفضيلة تدعو إلى الستر، والعري والرذيلة باب وخيم من أبواب إبليس. الشيطان قادهم لهذه المعصية، أنهم يأكلوا من الجنة، يأكلوا من ورق الجنة حتى يواري سوءاتهم عشان يخرج عوراتهم. فلما أكلوا وعصوا الله عز وجل جاءت العقوبة، أن الله عز وجل عراهم. العري عقوبة من الله، العري عقوبة من الله، والستر والفضيلة كرم وعطاء من الله. متى نعي ونفهم هذه المسلمات؟ متى نعي ونراجع ديننا؟ أصبحنا نرى مشاهد من بعض الأخوات ما كنا نراها من قبل. إحنا مجتمعات محافظة يا أخوات يا أمهات، إحنا كمجتمعات عربية أصيلة ما عندنا هذه المسائل، ما عندنا هذه الأمور. منذ متى نرى الفتيات بالطريقة هذه في الطريق في المولات وغيرها؟ تخرج الفتاة من بيتها عبايات مفتوحة ومترصرصة من فوق إلى تحت، العطور تفوح في كل مكان، الشعر برع، هذا إذا كانت أصلا حاطة شيلة على رأسها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من أمتي لم أراهما بعد، وذكر منهم من هذا الصنف قال: نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. نساء كاسيات عاريات، كيف؟ كيف يعني كاسيات عاريات؟ كيف كاسيات عاريات؟ رسول الله يقول كاسية يعني لابسة عاريات، نفس الوقت اللي هي في إنها كاسية ولابسة، لكن هي في الحقيقة عارية. كيف عارية؟ يعني لبسها ليس بساتر، قد يكون شفاف، قد يكون مترصص، قد يكون فاتن، قد يكون ملفت، قد يكون هو بنفسه زينة. نساء كاسيات لكن في الحقيقة عاريات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، يضعون هذه الشبرات الكبيرة على الرأس والوقاية هنا، وتمشي المرأة مثل القبة على رأسها كأسنمة البخت، سنم اللي يكون على الجمل هذا اللي يحمل عليه الجمل، هذا المقعد الخلفي كأسنمة البخت المائلة. مائلات مميلات، تميل للرجال، تغري الرجال، تفتن الرجال، أو مميلات، مائلات مميلات، لبسها وأمورها تجعل الرجال يتبعوها، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. من الذي قال هذا الكلام؟ النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أسماء رضي الله عنها وأرضاها لما سئلت ماذا تلبس المرأة، يعني صفي لنا لباس المرأة، قالت: ألا يصف ولا يشف، ألا يصف ولا يشف. لباس المرأة المسلمة ما يكون عاري ولا يكون فاضح، يكون بحشمة وفضيلة. أسماء رضي الله عنها ماذا قالت؟ قالت: نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. الوصف خطير مخيف. أسماء رضي الله عنها لما سئلت عن الحجاب قالت: أن لا يصف ولا يشف. حجاب المرأة المسلمة يا أخوات يجب أن لا يصف مفاتن المرأة،
ما يصف مفاتن المرأة، ما يخرج مفاتنها، ما يبين ويجسم عورتها. المرأة عورة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإذا خرجت استشرفها الشيطان. شو يعني استشرفها؟ المرأة عورة، إذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان، زينها للناظرين، زينها للرجال. النبي صلى الله عليه وسلم أهدى أحد الصحابة جلباب كبير كذا، فما رآه يلبسه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يعني وين اللي أعطيتك إياه الجلباب هذا؟ قال يا رسول الله أهديته زوجتي. فقال مرها أن تضع فوقه غطاء حتى لا تخرج عظام كتفها، حتى لا تخرج عظامها وتبين عظامها. الجلباب لما يلبس يوضع هنا على الكتف، صح؟ إذا لبست المرأة العباء هنا خرجت مفاتنها، أبرزت مفاتنها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مرها أن تضع فوق شيء، تضع شيء على الرأس حتى يغطي عظام الكتفين، حتى يغطي مفاتن المرأة. ما بال اليوم بعض الأخوات تتفنن في إخراج وإبراز مفاتنها. وين نبغي نوصل؟ وين الآباء؟ وين الأمهات؟ عن هذه الملابس اللي أصبحنا نراها اليوم بعض الأخوات. مفهوم بنتي صغيرة أتمنى أن يصحح عند بعض الناس. مفهوم أن بنتي ما زالت وحليلها صغيرة، فيصل الله يهديك صغيرة طفلة مسكينة، متى سنعي ونفهم أن الأمور لابد أن تقدر بقدرها الصحيح؟ هذه المرأة، هذه البنت الصغيرة قد تكون بلغت عمرها 13 سنة وبينت فيها معالم البلوغ، وبينت فيها أنوثتها. أمي يعني يا ليت البنت شوي بس تلبسيها يعني عباء، ما شاء الله كبرت البنت الله مبارك. لا لا أمي، بنتي بعد 13 سنة، البنت جرى لها عليها قلم التكليف، خلاص بلغت كبيرة عروس. لا، في مفهوم بعض الآباء والأمهات لا صغيرة، خلت تخلص الثانوية بعدين إن شاء الله. تخلص الثانوية، تخلص الثانوية هذه عروس، تزوجوها أنتم، خلص الثانوية عروس على باب الزواج، بعد صغيرة فيصل خلي تكبر شوي إن شاء الله بعدين صغير خير. ما يصلح. وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. المرأة والبنت الصغيرة هذه التعليم في الصغر كالنقش على الحجر. شو اللي يمنعني أنا أبدأ أعلم بنتي الصغيرة الحجاب والعباءة من يوم ما هي صغيرة قبل البلوغ؟ عمرها 10 سنوات، 11 سنة، 9 سنوات، يوم بلبسها ويوم لا، ويوم ببدأ أعلمها عفوا ببدأ أعلمها شوي شوي، أعلمها الحجاب والستر والفضيلة والشيء الجميل اللي ترتقي فيه هذه المرأة بالتدريج. بكرة لما تكبر ما يكون الحجاب صعب لها، بكل بساطة وبكل سهولة تستطيع أن تتحجب. اليوم تجد بعض الأخوات حجابها ضعيف، مش متقيدة فيه. ليش؟ والله أهلي ما علموني الحجاب، يوم كبرت خرجت من الثانوية فجأة كذي تعالي البسي حجاب، البسي عباءة، غطي شعرك. تقول زين أنا أنتوا ما علمتوني الحجاب، فجأة كذي علمتوني. أصبحت البنت شبت على شيء لم يكن موجود من قبل، شبت على سلوك معين، على لباس معين اعتادت عليه. لما كبرت البنت صار صعب عليها أنها تتغير. بريك يا إخوي يا كرام، فاصل يا إخوي يا كرام، ونعود إليكم من جديد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ربنا عز وجل يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير، ذلك خير، ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما، ينزع عنهما لباسهما. فالشيطان يسعى جاهدي إخوة الكرام ليل نهار
بأي طريقة أن ينزع العفة والطهر والحشمة والفضيلة من هذه الأنثى بأي طريقة. لذلك تجد يدخل لهم من باب الموضة ومن باب الموديل ومن باب أن هذا شيء حلو ومن باب أن اليوم كل الناس بالطريقة هذه ومن باب هذول اللي اليوم ابتلينا فيهم صراحة ما يسمون بالفاشينستات هذول الموجودين في برامج التواصل الاجتماعي للأسف الشديد إلا من رحم الله عز وجل تجدهم متبرجات متكشفات متعطرات متجملات. للأسف أن هذه الشريحة صار لها صدى كبير اليوم في هذه البرامج وأصبحت مؤثرة وأصبح الجيل يتأثر بهم وينقاد خلفهم. أنا وصلتني مجموعة من الاتصالات من بعض تقول لك يا أخي كل مشاهير كلهم كذي والبنات وعادي. فهي تظن أن سبيل الشهرة وسبيل أن المجتمع يرضى عنك لازم تكوني مثلها. ليش فلانة شوفوا كم متابعينها تجي تقول لك شوف هذه فلانة كم متابعينها بالملايين يتابعوها زي ليش يتابعوها؟ قال لك هي أكيد هيئتها جمالها شكلها كاشفة شعرها مسوي معناته هذا دليل أن الناس تحبها دليل أن الناس ترغب فيها. هي تبغي تسلك نفس الطريق على أساس أن الناس ترغب فيها. يا أخوات أنا ما أبغي أطول اليوم كثيرا بما يخص حجاب المرأة المسلمة. حجاب المرأة المسلمة لابد أن يكون فضفاض لابد أن يكون ساتر لابد أن يكون غير يعني بارز لمفاتن المرأة لابد أن لا يكون ملفت وفاتن للنساء لابد أن لا يكون حجاب شهرة. حجاب شهرة يعني حجاب مميز تمشي في مول الكل يطالعها لابسه حجاب غريب. لا لابد أن يكون حجاب إسلامي متقيد فيه المرأة المسلمة. المرأة المسلمة تطلع اللي برا الشارع كاشفة عباد طلع عباتها ولبسها اللي داخل كله مبين هذا حجاب. لا يا أخوات يا أخوات لا تزعلون يا أخوات شيلوا من بالكم أن قضية هذولا متشددين وأن هذول ما يبون لنا الخير وأن هذولا عندهم أسلوب يمارسون أسلوب التنمر معانا. لا يا أخوة لا يا أخوات والله هذه محبة هذه نصيحة هذا حب لأخيك ما تحب لنفسك مثل ما أنا أحب لنفسي مثل ما أحب لأهلي مثل ما أحب لجماعتي أنا أحب لكم الخير. فإن لم نتناصح ما فينا خير. طيب يا أخوة يا أخوات إحنا ما نبغي نطول كثير بما يخص حجاب المرأة المسلمة. إحنا لا نبغي نقوله لعل هذه الكلمات يكون لها صدى وتأثير في نفوسنا وفي نفوس أخواتنا وبناتنا. وأنا في نظري المسؤولية الكبرى مناطة بالأبوين. أنت كأم أنت أخت كبيرة أنت كأب أرجوكم كونوا قدوات حسنة. علينا أن نكون قدوات حسنة لبناتنا علينا أن نكون فعلا مؤثرين لبناتنا علينا أن ننتبه نزرع فيهم حب الفضيلة والستر وما يحبه الله عز وجل ورسوله. علينا أن ننشئهم على الحجاب والستر وما يحبه الله عز وجل ورسوله. يا رجل امرأة تصرع مريضة بالصرع أتت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إني أصرع فادعو الله لي أن يشفيني. فقال إن أردت أن أدعو الله لك أن يشفيك شفاك وإلا تصبري ولك الجنة. فقالت أصبر يا رسول الله. قالت بيني أدعي الله لك ولا تبغين تصبري ولك الجنة. قالت أصبر يا رسول الله ولكن طلب واحد يا رسول الله تفضلي. قالت إني أتكشف لما أصرع أقع على الأرض أتحرك كذا أتكشف تخرج عورتي فادعو الله لي ألا أتكشف. شوفوا للفضيلة شوفوا للستر شوفوا للعفة. امرأة بغير اختيارها مصروعة يعني خارج عن وعيها تتكشف يعني الله عز وجل رافع عنها القلم ما راح يسألها عن هذا اللي خرج منها لما تكشفت وتدعو الله عز وجل أن الله ما يجعلها تتكشف. اليوم احنا نختار التكشف. اليوم اخواتنا هم اللي يختارون التكشف باختيارهم الشخصي. انا بنفسي قبل ما اطلع برا البيت اقف امام المرايا اتكشف واتجمل واخرج مفاتني ثم اخرج الى الشوارع. فاطمة رضي الله عنها وارضاها فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم بنت النبي زوجة علي بن ابي طالب رضي الله عنهم جميعا
لما وجدت أن النساء إذا ماتت المرأة تكفن وتحمل على النعش، فلما تكفن المرأة يعني يتجسد جسمها يتشكل، تبين يعني نعرف هني بطنها هني صدرها هني رأسها هني قدمها. فقالت رضي الله عنها وأرضاها يعني شوفوا لنا طريقة أن نستر المرأة، ما نبغي جسمها يبان بالطريقة هذه. فقالت فإذا أنا مت فغطوني ستروني. فأخبرتها إحدى الأخوات اللي معها، قالت إني رأيت في الحبشة يضعون على النساء على نعش يضعون عليهم جريد النخل، بعد ما يكفنوهم يحطوهم في الحمالات هذه يضعون على النعش جريد النخل، خوص النخل يرموه كذي فوقه. ليش؟ بس على أساس أنه ما تبين مفاتن المرأة، مفاتن المرأة عشان ما تبين. قالت فإذا أنا مت فافعلوا بي ذلك. امرأة ميتة من وجهها يطالعها، خافت على عرضها وعلى أنوثتها وعلى حشمتها وسترها وفضيلتها حتى وهي ميتة، لم ترضى أبدا أن أي مخلوق ينظر إلى مفاتنها وينظر إلى تجسيم هيئتها. شوفوا العفة والطهر، أين أخذ فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، إلى أي مستوى وصلت رضي الله عنها وأرضاها. عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت لما دفن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم مدفون في حجرة عائشة في بيت عائشة، لأن الأنبياء يقبرون أينما ماتوا كما جاء في الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم دفن في بيت عائشة، لما مات أبو بكر الصديق رضي الله عنه دفن بجنبه، فكانت عائشة إذا تدخل البيت وتطلع بجنبها قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، فكانت تخلع حجابها تخلع تأخذ راحتها في بيتها. لما دفن عمر بن الخطاب في جنب أبو بكر الصديق قالت والله إني استحييت أن أخلع عباءتي، لأن أبو بكر الصديق مدفون في حجرتي في بيتي، رجل ميت يا جماعة، رجل ميت ما يشوف شيء. فكانت رضي الله عنها تستحي من رجل تحت التراب أن تخلع عبايتها وتخلع حجابها. شو من الطهر، شو من العفة، شو من النقاء، شو من الحياء اللي اتصفت فيه هذه المرأة العظيمة رضي الله عنها وأرضاها. علينا أن نتخلق بهذا الحياء الجميل اللي كان موجود مع هذول الصحابيات الكريمات الفاضلات. احنا يا اخوة، احنا يا اخوات، بعدنا شوي عن الدين، انشغالنا بهذه الحياة ملهياتها ومغرياتها هو الذي جعلنا نقع بهذه المحاضيل اللي وقعنا فيها، سواء كانت الملاحظات تخص الرجال ولا كانت الملاحظات تخص النساء. هذه ما جاءت من عبث، جاءت بسبب بعدنا عن الدين، جاءت بسبب تعلقنا المبالغ فيه في هذه الدنيا. كم سنعيش؟ كم سنعيش؟ كم أعمارنا اليوم إحنا؟ كم سنعيش هذه الحياة؟ كم أعمار أمتي ما بين 60 و70، وقليل يعني من يجاوز ذلك. نلقى الله يوم القيامة، شو ينفعني؟ شو ينفعني أنا أقف بين يدي الله عز وجل وأنا ملطخ بهذه الذنوب والسيئات العظيمة؟ هذه المرأة اللي قامت وحشدت النساء اللي تكلمت لكم عنها في سنة 1920، وجمعت النساء في ميدان التحرير وقالت يلا قوموا خلونا نعمل مظاهرات لنزع الحجاب، وخلعت الحجاب. كل امرأة مسلمة اليوم خلعت الحجاب من بعدها تحمل وزر وإثم هذه المرأة، وزرها على ظهر هذه المرأة، لأن هي التي سنت هذه السنة. لم يعرف في التاريخ الإسلامي قاطبة أن امرأة مسلمة تخرج في الطريق وهي كاشفة شعرها، لا يوجد في التاريخ إلا من هذا التاريخ اللي سجلته وكتبته 1920. من بعدها للأسف خرجت لنا هذه النوعية اللي نشوفها اليوم في مجتمعاتنا. أوزار هالأمة وهالبشر اللي تساهلوا بالحجاب على ظهر هذه المرأة،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها فيها بها إلى يوم القيامة إلى قيام الساعة. كم أفسدت هذه من أخلاق، كم دمرت من بيوت، كم أخذت بالأخلاق إلى الهاوية وإلى أسفل، وهاوية الأخلاق والفضيلة والعفة والطهر كم هذه المرأة التي تسببت. لكن إحنا لم نؤمر أن ننقاد خلف كل من يدعو لهذه المسائل، مأمورين أن نراجع ديننا، أن نقف مع أنفسنا وقفة مراجعة، وقفة محاسبة. ترضى المرأة يوم القيامة، ترضى الإنسان العفيف الطاهر أن تكفن بهذه العباءة اللي تطلع فيها؟ يا أخي اسمع، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الإزار ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من جر ثوبه خيلاء يعني بطر وكبر لا ينظر الله إليه يوم القيامة. قال أهل العلم فيه دليل على أن الذي يجر ثوبه تحت الكعبين كبر وخيلاء يمشي بين الناس هذا الله لا ينظر له يوم القيامة، معناته هذا الفعل كبيرة من كبائر الذنوب. اسمع لهذا الحديث العظيم الخطير. قالت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما يصنع النساء بذيولهن؟ المرأة شو تسوي بعباتها؟ إذا أنت تقول ما أسفل بين الكعبين ففي النار، الحرمة شو تسوي عيل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يرخينه شبرا. المرأة تنزل عباتها من بعد القدم من بعد قدمها شبر في الأرض. اسمع أم سلمة ماذا قالت. قالت يا رسول الله شبر تخرج أقدامهن، إذا المرأة طولت عباتها شبر مجرد ما أنها تمشي ستخرج أقدامهن. فقال صلى الله عليه وسلم يرخينه ذراعا ولا يزيدنا على ذلك. أنت متخيل معي اليوم إذا كانت أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها تقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني المرأة بتخرج قدمها، يا رسول الله أمرهم خل تطول. قال رسول الله ذراع تطول المرأة عباتها من تحت القدم ذراع. من هذا الحديث استدل أهل العلم على أن القدم عورة. اليوم لا، اليوم عكست الفطر، نكست الموازين، قلبت. ما أدري يعني هذا الكوب مفروض يكون كذا أعلى فوق، الحين مفروض الكوب هذا يقلب بطريقة هذا و يسيل من الماء على هذه الطاولة وتصبح كارثة. الحياة اليوم صارت هكذا، قلبت فيها الموازين فوقعت الكارثة. أنا الآن لو قلبت هذا الكوب، أصل الكوب إن يبقى بالطريقة هذه، أنا إذا قلبت الكوب ستقع كارثة. ليش؟ لأن فيه ماء، ثيابي، الأوراق، الآيباد، الدنيا بتعتفس هنا. كل شيء يتغير من مجراه الحقيقي سيسبب لنا بلبلة. اليوم الناس، بعض الناس وفطر الناس ومسلمات الموجودة في ديننا عكست، فطيرة قلبت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أسفل من الكعبين ففي النار، إزرة المؤمن نصف الساق، من السنة الإنسان تكون ثوبه نصف الساق. اليوم عكست الأمور، الرجل ثوبه طويلة والمرأة اللي عباتها قصيرة نصف الساق. شو تتكلم انت يا فيصل؟ والله انه واقع، والله يا جماعه الخير هذا واقع، هذا واقع. المراه اليوم تجرأت، شوف عباتها قد تكون العباءه طويله لكنها مفتوحه ولابسه تحتها لباس نصف الساق. يا بنت هذه ازره، هذا ازار الرجل، الرجل هذا ازاره مش المراه، الرجل ازاره نصف الساق، المرأة ترخي ذراع كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، عكست الموازين، الرجل إزارة يسحب في الأرض والمرأة إزارها نصف الساق. إنا لله وإنا إليه راجعون من غربة الإسلام وأهله. يا إخوايا كرام، يا أخوات،
كيف ترضى المرأة المسلمة العفيفة أن تختار هي بنفسها أن تكون سلعة رخيصة يستمتع ويتلذذ بالنظر إليها والنظر إلى جمالها والنظر إلى مفاتنها والنظر إلى كل ما يحرك غرائز الرجال ضدها؟ ليش ترضين؟ أنت عفيفة، أنت مسلمة، أنت الطاهرة، أنت المطهرة، أنت بنت الإسلام، أنت حفيدة عائشة، أنت اللي احنا نرتجو منك الجيل الواعي والأخلاق النبيلة والمفاهيم النيرة والجيل المتربي على كل خير. لا نقبل ولن نقبل يا أختي الكريمة أن تكوني كذلك، لن نقبل. للحديث بقية فاصل يا إخوة ونعود إليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا توقفت يا أخوي الكرام عن مسألة لما تكون البنت أو الأخت يعني تطلع برع بيتها وهي لابسة عباة واللي تحت العباة قصير، يعني باختصار شديد مطلعة سيقانها حق الناس، وقلت إن هذه كارثة وإن هذه مصيبة اليوم أصابتنا وانتشرت في مجتمعاتنا وأنا لابد أن نعالجها، وهذه حقيقة. يعني إحنا إذا ما عالجنا مثل هذه المسائل فإن جيلنا القادم يخوف شوي. أنا وأنتو مستمعين والمشاهدين إن لم نتكاتف ونسعى جاهدين في تصحيح مسارنا وسلوكنا وتعاملنا مع من نعول، الوضع مخيف، الوضع جدا مخيف. مناظر قبل 5 سنوات بس، مش كثير، 5 سنوات ما كنا نراها من قبل أصبحنا نراها للأسف الشديد اليوم. يعجبني بعض الرجال لما يتزوج، يعني وهذا الشيء قد يسبب له مشاكل أحيانا، وأنا تجيني الاتصالات، يتزوج يبغي زوجته مخمرة مثلا، متنقبة، متغشية كذا، ما يبغيها تحط وتحط وتحط لما تطلع. أنا أشكر هذه النوعية من البشر، أشكر هذه النوعية من الناس. هذه النوعية تبغي تخرج لنا جيل واعي، هذه النوعية تبغي تقود المجتمع لكل خير ولكل فضيلة، تبغي تصحح الخطأ والمسار اللي انزلق فيه بعض الأخوة والأخوات. وين المشكلة؟ المشكلة أن تجد الزوجة تقف في وجهها، ترفض التغير تماما. أوكي، الزوج يقول لك يا بنت الناس أنت كنت كذي مثلا، كنت ما تتحجبين، كنت متساهلة في حجابك، في تبرج، في أمور، خلاص احنا أنت اليوم زوجة، خلينا نصحح مسارنا أنا وأنت، خلينا نصحح نظرتنا للحياة، نظرتنا للحجاب. قبل كنت بنت يعني عزبة، أنت اليوم زوجة، أنت باكر تكوني أم. يا بنت غيري عباتك، غيري لبسك. لا، ما أبغي أتغير، أنت ماخذني من بيت أهلي كذي وأنا ببقى على هذا الحال. هذه من المسائل الموجودة اليوم للأسف الشديد عند بعض الأخوات. اللي أبغي أقوله من هذا الكلام أن أنا وأنتو لازم نتغير، إحنا كرجال وأنت كأخوات، خلاص أنت كبرتي، خرجتي من مسألة الطيش والمراهقة، وبعدك تبين شكلك وستايلك من عيادة تجميل لأخرى ومن صالون لثاني، تصبحي وتمسي في هذا. كوني أم، كوني قدوة حسنة، كوني اجعلي بناتك، يعني اجعلي المجتمع ومن يشير إليك بالبنان أن أنت صاحبة الفضيلة، المربية، المعلمة، القدوة الحسنة لبناتنا. أرجوك يا أختي فكري، عيدي حساباتك من جديد، لا تنظري بس لهذه الحياة، انتهى الوقت اللي انت كنتي يعني تسرحي وتمرحي، الحين فكري بمنطوق آخر، بطريقة ثانية. الحين فكري كيف انا اكون مؤثرة في بيتي،
كيف أنا أكون مؤثرة لبناتي، لأبنائي، لزوجي، لخواتي؟ كيف أكون مؤثرة؟ كيف أستطيع أن أغير نظرتهم؟ كيف أصحح مساراتي؟ أن إحنا نتشنج ونقف أمام مدلولات وتربية قديمة تربينا فيها أو عشنا عليها في المجتمع، هنا الخوف، هنا يعني يخرج لنا الخوف. أنا بتكلم كلام بس شوي قوي. أنا مش متخيل إلى اليوم أن كيف بنت مسلمة محجبة، حجابها رقم واحد حجاب الشعر، لكن لابسة بنطلون وقميص جنز مرصرص تماما، وتطلع في المول، في العمل، في الدوام عادي ولا كأن شيء. كيف يعني هذا الشيء يصير؟ أنا مش متخيل يا إخوائي أخوات. أنا ترى مو بساخر، أنا مو بجالس أسخر، بس أنا منصدم، أنا منصدم من مجتمعاتنا، من أخواتنا، من بناتنا. كيف ترضى البنت أنها تطلع أمام ناس كل تفاصيل جسدها مبين، كل تفاصيل جسدها مبينة، كل ما في الأمر اللي فعلته هي أن وضعت حجاب على رأسها، بس تحجبت. طيب كيف هذا وضعي؟ هذه مش مشكلة؟ كيف ترضين أن تطلعي تتمشي في مكان؟ ما أدري صراحة، ما أستطيع أني أمثل أكثر ولا أستطيع أني أوضح أكثر، لكن أنا مصدوم من بعض المناظر اللي نشوفها. والله العظيم يا إخوة، أنا أكلمكم أنا رجل، ما أذكر مرة أني جلست في مجلس وأحد الناس الموجودين شاف ركبتي وشاف ساقي. والله ما أذكر أني أنا شخصية أتكلم عني، أنا شخصية والله أني أستحي. ما أذكر أني يوم الأيام نزلت أتسبح في البحر وشلحت عن فالينتي، الفالينة الداخلية هذه، ما أذكر يوم الأيام. والله العظيم حياء أستحي، والله أني أستحي. حرام؟ والله مش حرام، لكن أنا هذا أنا. مش حرام ترى أني أنا أنزل أكون ساتر عورتي، لكن بلي فالينة داخلي وأتسبح في البحر، مش عورة بالاتفاق، مش عورة. حياء والله العظيم أني أستحي. طيب ما تستحي البنت أنها تطلع في برامج التواصل، في الشارع، في المول، في العمل، كل تفاصيل جسدها مجسمة ومعروفة؟ ما تستحي البنت؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. والله المستعان من غربة الإسلام وأهله، لكن إحنا نقول الأمل موجود والخير في الأخوات كثير جداً، ونسبة الحشمة والأدب والأخلاق والفضيلة في مجتمعنا عالي العالي الحمد لله رب العالمين. لكن بما أن الفريق الآخر، وخليهم فريق، الفريق الآخر بدأ يتزايد، لذلك احنا تكلمنا، لذلك احنا نبهنا. أرجع وأكرر قبل ما أختم وأعيد ونبه، المسؤولية الأكبر مش من الأخت هذه اللي نشوفها برا، المسؤولية الأكبر مني أنا وأنت اللي تشوفني وأنت اللي ماسك الكاميرا وأمي وأبوي وكل ولي أمر هو المسؤول الأكبر عما يحصل اليوم من تساهل كبير وقع فيه أخواتنا. إذا أنا وأنت وكل من يسمعنا من أولياء أمور آباء وأمهات إن لم نتدارك ونقف وقفة حازمة بالرفق واللين والكلمة الطيبة في تغيير هذا المسار، فإحنا في خطر صراحة. مجاملات ما في، مو جايين نجامل بعض، هذا البرنامج إحنا ما نتجامل فيه، الخطأ خطأ والصح صح. الخير موجود نعم، والله يكثره ويزيده. الشر موجود نعم في كل مجتمعات الدنيا، مش في دولتنا، في كل مكان، في كل مكان. ما في دولة إلا وتحتاج تصحيح مفاهيم، تصحيح مسائل أخلاقية، مسائل سلوكية، مسائل منهجية. يا أخي لابد نستشعر المسؤولية أن الله عز وجل سيسألنا يوم القيامة.
كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قبل فترة كتبت تغريدة قلت فيها إذا أنت ما تبغي أو ما عندك الاستطاعة والقدرة أنك تربي لنا جيل على الفضيلة والحشمة والأدب والأخلاق أرجوك لا تتزوج. قلت هذا الكلام بكل ثقة وأرجع وأقولها، إذا أنت ما عندك القدرة وما عندك الأهلية أنك تخرج لنا وتربي وتوجه وترشد أبنائك لا تتزوج، استريح اجلس في بيتك. يعني فيصل ما نتزوج؟ لا اتزوج، لكن أرجوك حقق القوامة في حياتك، كون ناصح موجه مربي كفو قد المسؤولية. بعدين أنا ما أستطيع أني ألومك، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، والقلوب بيد الله عز وجل يقلبها كيف يشاء. إذا أنت نصحت ووجهت وأرشدت جزاك الله خير، بياض الوجه ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. لكن أنت تتزوج وعق عيالك وزوجتك وبناتك ولا سأل عنهم، وتسرح وتمرح من دولة لأخرى ومن شارع لثاني ومن مقهى ومن ملعب ولا داري عن بيتك وعن عيالك، وين دخلوا وين طلعوا، شو كلوا شو شربوا شو لبسوا شو تعلموا من تابعوا، أقول لك بأعلى صوتي لا تتزوج، لأن أنت ستخرج لنا جيل مخيف. ليش؟ لأن الجيل هذا اليوم يحتاج من أبوين تكون عندهم دراية وحكمة ورفق ولين وتحمل مسؤولية لإنشاء جيل واعي يرتجى منه كل جميل في هذه المجتمعات. إذا ما عندك مسؤولية، شايف نفسك ضعيف ما تستطيع، يا أخي أرجوك لا تتزوج، استريح إلى أن تشعر وتحس أن أنت فعلا عندك القدرة والقوة أنك تربي جيل، فأهلا وسهلا. تأكد أن مش القصة قضية أني أنا أتزوج ويجيب عيال وخلاص، لا، ربي عز وجل سيسألني وسيسألك إذا قصرنا في تربية أبنائنا، سنقف بين يدي الله، سنقف بيسألنا الله يوم القيامة أحفظ ذلك أم ضيع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة الغاش لرعيته، ما يدخل الجنة اللي يشوف بنته ويشوف أخته ويشوف زوجته تطلع برع البيت بكامل تبرجها وزينتها ولا ينصحها ولا يوجهها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة، هذا غاش لأسرته ولبيته. أنا ما أبغي أقول أن هناك من الرجال من اتصفت فيهم الدياثة، أنا ما أحب هذه العبارات وما كنت أستخدمها ما أخفيكم قبل، لكن أنا طريقي وسبيلي في التوجيه والإرشاد تغير، أحب أني أستخدم أسلوب الرفق، أسلوب اللين، أسلوب يعني أني أمسح على رأس من يحتاج. قبل ما أدخل الشاشة الاستوديو جلس معي في المكتب الدكتور عبدالله الأنصاري، وكان طالع هو من حلقة من برنامج 7 على 7، جلس معي وسألني شو برنامجك اليوم، قلت له برنامجي اليوم راح نتكلم عن جلباب أو يعني حجاب المرأة المسلمة بشكل عام. فقال يا فيصل أرجوك الرفق، يا فيصل الكلمة الطيبة، ترى أخواتنا والله فيهم خير، والله يحبون الخير، قد تراها أنت في الطريق في مجال العمل في غيره متبرجة فعلا، يعني تبرج كأنها تقول رايحة قاعة أفراح، لكن صدقني فيها خير، تحب الله تحب رسوله، الرفق واللين يا فيصل أرجوك. والله جلس يعني يحثني على هذا الشيء ويذكرني بهذا الشيء، وذكر لي نماذج من يعني المواقف اللي صادفته لما استخدم أسلوب الرفق واللين وصل للنتيجة. فإحنا يا أخوي الكرام نتمنى والله من الأخوات ونتمنى من الأباء ونتمنى من الأمهات أن نراجع حساباتنا من جديد. أسأل الله عز وجل في ختام هذه الحلقة بمنه وفضله وجوده وكرمه أن يهديني ويهديكم ويهدي أخواتنا وبناتنا والنساء المسلمات لكل خير وفضيلة، وأن يصرف عنهم السوء وأن يصرف عنهم الفحشاء والمنكر، وأن يجعلني وإياكم يا رب العالمين مفاتيح خير مغاليق شر. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.